اهلا بكم متابعين فاستيفر، رجعنا لكم في لقاء جديد من لقاءاتنا. اليوم معنا الضيف اللي هو صراحه كيتعتبر من الضيوف الاعزاء عندنا، اللي دائما ما كيبخلوش علينا بالمعلومات ديالهم. معنا اليوم سي علي شتور بصفته رئيس الجمعيه المغربيه للدفاع عن حقوق المستهلك وعضو بالجامعه المغربيه لحقوق المستهلك. اليوم النقاش ديالنا غيكون حول ارتفاع اسعار الاضاحي في عيد الاضحى، وهذا الارتفاع هو ارتفاع في الاسعار مرتقب نظرا للامور اللي كيشيروا لها مهني القطاع. فاهلا بك سي علي. اهلا وسهلا وشكرا على الاستضافه وشكرا لقناتكم المفضله انفاس بريس. سي علي، رغم الظرفيه الفلاحيه الصعبه اللي كيمر منها المغرب، الا ان الحكومه اتلجت صدور المغاربه بخبر اللي هو كيتعتبر نبأ سعيد بان غيتم الاحياء ديال الشعيره، يعني هاد الشعيره الدينيه اللي يعني عندها واحد مكانه خاصه في قلوب المغاربه، ولكن هذا ما كيمنعناش اننا نشيروا الى ان هاد المناسبه الدينيه غتحتاج من المغاربة أنهم يدفعوا واحد الأسعار اللي مرتفعة نظرا باش يقدروا أنهم يشتريوا الأضاحي ديال العيد، وهذا الشيء اللي ما منفاتوش الحكومة المغربية أو المهنية ديال القطاع، وإنما هم أكدوا أن غتكون تسعيرة مرتفعة بحوالي واحد 500 حتى 600 درهم على السنة الفارطة، وحنا كنعرفوا أن المغرب والشعب المغربي كيعاني في الظرفيه الحاليه من واحد الازمه اقتصاديه. فبالنسبه لك، مني على الناس الحكومه على هذا القرار اننا غيتم احياء ديال عيد الاضحى ككل سنه، فشنو هما الاجراءات اللي خدات باش تخفف العبء على المغاربه؟ كما قلتي استاذه، ان عيد الاضحى هو شعيره من شعائر الاسلام، وان المواطن المغربي او الاسر المغربيه ما كيمكنش لها تخلى على هذه الشعيره، حتى ان بعض الاسر كدير كل ما في الجهد ديالها باش تعيد هذه من جهه اخرى. لكن الظروف وهناك عوامل كثيره ادت الى خلق واحد الازمه كبيره في عند الفلاح، وان حتى ان واحد هذا عدد كبير من المواشي انها انقراضات، ماشي انقراضات ولكن كنقولوا بان قلت نظرا للجفاف لمده 5 سنوات، هاد 5 سنين هذه ديال الجفاف اللي عرفوا المغرب، وهذا خلى ان الفلاح المغربي واحد العدد كبير من الفلاح الصغير، اقول ان الفلاح الصغير اللي كان كيعيش الامرين بسبب كورونا اللي كان دازت ولا هذا، ولا الانسان ما قدرش مازال يساير في التربيه ديال الاسره ديالو كرب اسره، وكذلك الارض اللي عنده في الحرث ديالها والفلاحه ديالها والتربيه ديال المواشي. هنا هذا الشيء شكون اللي خلى؟ خلى ان الحكومه، ديما كنقول الحكومه ولا بالضبط ان الوزاره الوصيه ما دارش العمل ديالها في واحد الوقيته، لانها كانت تدعم هذاك الفلاح الصغير، لان هذاك الفلاح الصغير عنده واحد الدور كبير، حنا كنشوفوها الفلاح الكبير، هذاك الفلاح الصغير عنده دور كبير لو ان دعمته. نعم، ولكن السي علي مؤخرا سمعنا بعض الامور اللي راجت والاخبار اللي كتقول بان الحكومه غتقدم واحد الدعم، ان الفلاح المغربي غيستافد من واحد الدعم من قبل الحكومه، ولكن مع ذلك كيبقاو نفس الناس اللي روجوا لهاد الاخبار كيقولوا بان راه مع ذلك هادشي راه ما غاديش يخفض من الاسعار ديال الاضاحي. ماشي دابا ما لحقتش نتكلم باش نتكلم لك على تمام وداكشي، انا تنقول لك كيفاش الامور العوامل اللي خلات هذه المسائل، وان علاش كنقول بان الدعم لو ان كان دعم حقيقي، ماشي واحد عنده، ما نعطيك واحد المثال، عنده 100 ولا 150 راس ديال الاغنام بما فيها المقام بما فيها هذا، حنا كنعطيو خنشه ديال ولا جوج خناشي ديال الزرع ونقولوا بان راه الف، لا، الالف راه عنده كاين اشياء كثيره، باش الفلاح راه عنده تقريبا الا ما قالش بان راه 12 درهم باش كيطلع له، على حسب ما يقال الفلاح، لان كتقدر تطلع له حتى 12 درهم في النهار. دونك لو ان كانت واحد التتبع عن كتب، كان داك الفلاح ما غاديش تخلى، ولا ما تخلاش هذاك الفلاح كيكون واحد التشجيع عليه بانه غادي يربي، بانه غادي يكون كيوجد لهذا العيد بحال هكذا. هذه من جهه، من جهه اخرى كما قلتي ان نعم فكرت الحكومه انها تستورد واحد العدد كبير
ديال هذا ديال الاغنام، والتشجيع ديال المستوردين بواحد كما قيل ب 500 درهم لكل راس. هذا جميل، ولكن انا كنشوف واحد الاقتراح كحنا كجامعه ولا هذا، كنقولوا علاش ما كان هاد مادام عندنا حنا مؤسسات، معنا هذيك الوزاره الوصيه كانت تفكر قبل، لان العيد راه معروف بان من هنا لواحد الشهر فين واحد الاجراءات السباقيه، اجراءات سباقيه على سنه. كنعرفوا حنا بان الوزاره ديال وزاره الفلاحيه كتعرف شحال عندها ديال رؤوس ديال الاغنام، وكنعرفوا بان على حسب الاحصائيات بان تقريبا ما بين 5.5 مليون ديال الاغنام حتى لستة، اللي هي كتكون خاصه للذبح ولا خاصه لعيد الاضحى. دونك هنا كنشوفوا ان حنا كانت هي تكون عندها الاحصائيات، وتكون انها ملي كتحسب بان ما عندهاش هذا كاين عندها خصائص في هذا، كانت في هذاك الوقت هذه واحد سنه تكون هذا العمل اللي دارتها دابا تكون دارتها واحد سنه الاستيراد، غادي تستورد هذوك الاغنام من دول، وغيدخلها الا للذبح باش نحتفظوا على هاد اسمه الاغنام اللي عندنا حنا، اللي هي عندها واحد القيمه كبيره عند المواطن المغربي والتكاثر. يعني اللي فهمت من الهضره ديالك سي شتور انك كتقول بان رغم اننا وهذا الشيء اللي لمسناه، ان رغم الاستيراد ديالنا الاغنام ومع ذلك كنشوف ان الاسعار غدا في تزايد ومشكل ما تحلش. دونك انت كتشوف ان كون تم الاستيراد ديال هاد الاغنام بواحد المده، يعني قبل واحد المده معينه، كان ممكن انها غادي تكون عندنا، غادي يكون عندنا واحد، حيت كاين واحد القطع، كاين واحد العدد كبير ديال اسمو في كل نهار كتذبح واحد، عرفتي شنو، بان في المجازر لو ان ندير واحد العدد ديال الاغنام اللي كتذبح في اليوم وعلى طول السنه، غادي نكون خلينا واحد هذا، نكون عندنا في هذه الوقيته غادي يكون عندنا تقريبا واحد اسمو اللي هو كافي الاضحى، لان 5 مليون او 6 مليون نقدر تكون عندنا، وتكون عندنا بهذا. وهنا غادي يكون بان كما قالت بان الوزاره الوصيه انها كانت كتعطي العلف لهذاك الفلاح، غادي يكون وجد لنا في العيد واحد الثمن اللي هو في متناول لهذاك المستهلك والقدره الشرائيه ديالو، لان حاليا ان المواطن المغربي في واحد الوقت وجيز ما بين 3 شهور ولا 4 شهور كتجيو ضربات من متتاليه. بحال نعطيك على سبيل المثال، تصور بان جا رمضان راه مصاريف كثيره، من بعد رمضان جا عيد الفطر، وذاك عيد الفطر تا هو فيها ملابس، انا كنقول الاسر اللي عندها اطفال ملابس وهذا، من بعد شنو جا كتجيك عيد الاضحى اللي هو واش الانسان عنده واحد 3000 درهم ولا 4000 درهم حتى ويلاه داز خرج من 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 شهر رمضان. من بعد هذا شنو كاين؟ غادي تابعه من بعد عيد الاضحى وتابعه العطله الصيفيه. واش عرفتي بان اطفال غادي يقولوا للاباء ديالهم لا صافي خدينا الكبير صافي ما غادي، لا كل حاجه عند الوقت ديالها وخصك تكون انت موجود باش حتى تدي من العطله. من بعد العطله شنو كاين استاذه باش نعطيك الدخول المدرسي، الدخول المدرسي. دونك هذا كله خص هذاك المستهلك المسكين راه كيعيش في حيره، كيعيش هنا. ان علاش كنقول بان الوزاره تاخذ بهذا الشيء بعين الاعتبار وتكون قريبه من المواطن وكتسمع ليه وكتعرف المشاكل ديالو، لان حنا الوزاره معنا راه مغربيه. شنو هما الاجراءات المقترحه في هذه الحاله هذه من طرفكم؟ الاجراءات المقترحه حاليا وهي ان الوزاره الوصيه او الحكومه خصها تحاول ما امكن توجب العدد الكافي مع واحد التتبع من قرب، وتكون الضرب بيد من حديد على كل من سولت له تلاعب بدا. إيه غادي نكون كنبيع، ولكن الربح بواحد الهامش ديال الربح اللي هو بسيط، اللي ما لا اللي هو ما يكونش، نعم كما قلتي اللي هو ما غادي يكونش كيضر هذاك المستهلك المغربي، لان اي حتى هذا السيد اللي كيبيع الفلاح ولا هذا راه هو كيعرف تقريبا بان هذا الحولي راه طلع لي ولا الخروف راه طلع لي بواحد الثمن، ما خصنيش نزيد عليه باش يبقى ذاك المواطن حتى هو كيحس براسو كاين واحد التعامل واحد اسمه بيننا. هاد المشكله ديال عيد الاضحى كيتكرر سنويا، ومشاكل ديال عيد الاضحى ما كتقتصرش غير على الثمن ديال الاضاحي، وانما مشاكل اخرى من الجوده ديال الاضاحي، منها مجموعه من الامور. فشنو اللي كيخلينا سنويا
كنعيشوا نفس الوضعيه وكنكرروا نفس الاسئله، وكنحاولوا اننا نبحثوا ونقدموا كل سنويا نقدموا اقتراحات، ومع ذلك ما كنلقاوش شي حاجه اللي ملموسه. شنو اللي كيعيق ان يتم اتخاذ قرارات يعني حاسمه للحد من هاد الوضعيه هذه؟ كنقول بان يعني كل وزاره كتخدم الموقع ديالها. الا تكلمنا على وزاره الفلاحه خص تخدم الموقع ديالها، من الفلاحه من التغذيه من خدينا لوزاره التربيه تخدم من الموقع ديالها، تكون عندها واحد خارطه الطريق، لان بدون خارطه الطريق كنكونوا كنعيشوا اليوم اليوم ديالو. جا عيد الكبير كنهضروا على الكبير، جا عيد الصغير نهضروا على الصغير، وهكذا دوالي كل عام كنبقاو نضرو في ديك الحلقه اسمو. واش حنا ما عندناش ناس مفكرين اللي غادي يلقاو لنا واحد اسمو عمل؟ حيت كما قلت قبيله، قلت لك انا علاش ما فكروش في هذه القضيه ديال الاستيراد قبل واحد السنه هذه، وغادي نكونوا حتى بالقطع القطع ديالنا، وغادي نكونوا كنعيشوا. وهذاك القطع اللي كيجي نديروه ديريكت للذبح، غادي يكون في الاسواق في عند الجزارة عندك شي، كتلقوا هذاك اللي مستورد، والاخر اللي هو القطع اللي هو ديالنا اللي هو عند واحد السلاله اللي هي معروفه مغربيه اللي عندها واحد اسمه قيمه كبيره جوده كبيره، غادي تكون دابا موجوده، وغادي نكونوا ممكن هذا. هذه المواطن كيبقى ليه اختيار. هذه من جهه، حنا كما قلت لك كاقتراح، حنا من منبركم هذا مادام ان العيد على الابواب، حنا كنقترحوا ولا كنحاولوا ما امكن نطالب المستهلك في حاله ديال بغى يشري الاضحيه ديالو ديما يتجه لواحد الضيعات اللي هي معروفه، اللي ضيعات اللي هي مراقبه من طرف المكتب الوطني للسلامه الصحيه اللي هي لونسا، اللي هي حاليا كترقب بهذاك الخروف بواحد حلقه اللي هي حلقه اللي هي عندها واحد الارقام التسلسليه، وهذوك الارقام التسلسليه كيمكن كيعرفوا هذاك منين جا هذاك الخروف وديال مين وشكون هو الفلاح وهذا، وكتكون متابعه عن قرب بالنسبه لنا لحمايه المستهلك في حاله ما اذا كان شي شكايه او هذا المكتب الوطني للسلامه الصحيه، الوقت باش يكون شي مشكل بحال دابا نتكلموا على هذه القضيه ديال بعض الظاهرة كيكون من بعد الذبح كيكون اللحم هذا. دابا نقولوا على القضيه انك تكون عندك بعدا، انك كنطالبوا منك اعطينا هذيك باش نعرفوا المصدر ديال هذيك الحلقه اللي كاين هي اللي كتكون عندنا باش نعرفوا المصدر. وهذاك احنا كنقول لكم من هذا المنبر بان الوقت باش يكون عندك راه كيكون متابع هذاك السيد، وكيرجع له الفلوس ديالو يمكن يرجع اكثر. هذه يعني القانون كيحميه وكيعطيه هذا الحق، كيحمي المستهلك، وعلى المستهلك خصو يتبع واحد القوانين، ومن هنا حنا هذه واحد الفكره اللي خصو يكون يعرفها كل واحد. ولكن الوقت باش كتمشي كتشري من عند الشناق ما ما كتكونش محمي، ما كتكونش محمي، ويمكن هذاك بدنا باش نرجع لك بان كاين بزاف التلاعبات، كاينين ناس اللي هما في واحد الوقت وجيز كيسمنوا الاضاحي، وبالاخص في عيد الكبير مدة وجيزة كيسمنوا بالملح والخميرة وكذا الهرمونات، وكيجيبوا دوك الفضلات ديال الدجاج اللي هي كتباع وكتعطى الاسمو في واحد الوقت وجيز، كيبان لك الحولية اسمو، ولكن هو كيقلب على 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 باش يدخل الاسمو الربح وما كي بالنصب والاحتيال. بالنسبة للاحتيال فمني كندوي على هاد الظاهرة ديال اللحوم الفاسدة اللي كتكون في كل عيد كيف ما سبقتي وشرتي، فدائما كيكون واحد الاجراءات اللي تيتم هذا، واللي واحد الحملات ديال التوعيه، ومع ذلك كنلقاو بان نفس المشكل كيوقع ونفس الحالات كتسجل عاوتاني ديال الفساد ديال الاضاحي. فهاد الشق هذا بغينا نعرفه. قلتي بان ممكن ان هذاك الشخص يستفد يرجع له فلوسه في هاد الحاله هذه، ولكن كنشوف بان مجموعه ديال الخروقات كتوقع في هذه القضيه. يعني مثلا شحال من واحد طالب بالحق ديالو، ولكن نسبوا ليه يا اما قال ليه بان راه طريقه الذبح ما خليتيش الاضحيه ديالك تنشف، ما كانتش حفظتيها في واحد درجه حراره معينه، فكيفاش انا غنضمن الحق ديالي في هذه الحاله؟ هنا كيفاش كنقول لك باش ما تكونش يمكن انا شفتها في منصة ديال التواصل الاجتماعي كيكتبوا اشياء كثيره، لا لفت في القضيه الدفاع ديال الاضاحي
باش من بعد نرجع لك بارتفاع ديال الضحيه، راه كاد العام غادي يكون بمليون 7000 درهم 8000 درهم، باش الناس يكونوا مهيئين باش تكون عندهم ديك البنا. راه كاين اسعار غاليه ودك الشيء، ماشي ما كاينش، ما كاينش. ودائما كناخذوا دوك المنصات، هذا ما يكتب في التواصل الاجتماعي في كل حقيقه. وهنا كتقول بان نرجع لك لهذه القضيه ديال الوقت، فاش كيكون عنده ما يفيد، بمعنى عنده حلقه اللي هي في هذاك الرقم التسلسل وداكشي. انا كان واعدك بان الحمد لله عندنا ناس مختصين وناس بياطره، اطباء بياطره اللي قادرين على انهم يحدوا فين كاين الخلل، وغادي يقلبوا كياخذوا واحد العينه من داك اللحوم وكيمشيو كيديروا لها وكيقولوا بان هذا اشنو واكل واشنو هذا واش. ما نقدرش نقولوا هذا، الحمد لله عندنا ما خصناش نبخسوا الكفاءات الاسمون. هذا هو اللي كان. شكرا لك سي علي على هذا الكم من المعلومات والتوضيحات اللي قدمتي لنا اليوم، على امل ان نتلاقاوك في لقاء جديد ان شاء الله. مشاهدينا هكا كنكون وصلنا للقاء لنهايه لقائنا، على امل اننا نتلاقاوكم في لقاء جديد، موضوع جديد وضيف جديد. السلام عليكم.